حياكم الله ومساكم الخير وهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقفات مع عمل. احنا دائما نتكلم عن فنون بجميع اشكالها ومختلف اشكالها وانواعها، لكن اليوم حنتكلم عن فنون يدوية تحديدا. ضيفتنا اليوم هي رسامة حر ومتألقة، لها خبرة طويلة في مجال الفنون ولها بعض الكتب حنتعرف عليها، اللي هي الأستاذة أميرة الموسى. حياك الله أستاذة أميرة. أهلا وسهلا. الله يسلمك، بركة ساعة نورتينا. طبعاً معنا الأستاذ الفنان صالح جار الله، هو فنان نحت مجسمات تحديداً، وشغفه طويل معنا في الفن، له عدة مسابقات وعدة معارض وعدة دورات ما شاء الله عليك. صحيح، وعدة سمبوزيومات. عدة سمبوزيومات لاحظتها. الله يعطيك العافية، نورتنا. الله يعافيك، النور نورك عليك. كيف الفن يكون معك؟ الفن إيحاء. أيوة. كيف يجي الفن معك؟ إيحاء. يعني تجي إنك تستقبل بالحجر، تبغى تشتغل فيه على طول تشتغل فيه، خصوصاً إحنا النحاتين بالذات بالحجر نبدع فيه. عاد سبحان الله، في فرق كبير بين فنون النحت اللي هي يعطي وسخ علينا بالتراب. لازم هذه اللي نعاني طبيعة. لازم هذا نعاني فيها في المعارض، فأغلب المعارض يقول لك والله ما نبغى غبار، ما نبغى عج، ما نبغى وسخ. أنا خلاص هذه طبيعة. هذه لعبتي. عاد المقابل فن الرسم الحر يدوي وخفيف وشيء كذا من موسك، بس نفس الشيء في ألوان، في أصابعك تتوسخ ما يبتك تتوسخ، نفس الشيء بس على الصامت. على الصامت ميزك وخذي على رواق فيها. على رواق. أيوة هذه. سادة أميرة، نعرف أنه من بعض الأشياء لما سويت سيرش عليك على شخصك الطيب، أنه أخذت دورات فترجمة شخصية الرسام من خلال لوحته. أخذت art therapy. art therapy إنه الواحد كيف يفرغ بالفن ويقرأ رسومات، وهذه خاصة art therapy للأطفال، تقرأ مشاكلهم الصامتة، لأنه الأطفال ما بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم. فكثير كنت أحلل الرسومات، مثلاً أطفال عندهم مشكلة في الحمام، وأجي أكلم أمها أقول لها ولدك عنده مشكلة في قاعد يرسم حمام، وقاعد يرسم عنده مشكلة في الحمام، تطلع إنه فعلًا الولد عنده إمساك. فمثلاً ولد عنده بيخاف من أشياء الأم حطتها، فالولد لما يرسم ورقة فاضية بيعبر عن قلقه، بيعبر عن الأشياء اللي حواليه. فالارت ثيرابي إنه شغلتك إنك كيعني معالج بالفن التشكيلي، إنك تقرأ الرسومات الأطفال وتقيمها وتحاول تساعد الوالدين على فهم مشكلة عندهم. بس فكانت واحدة من الأشياء اللي أنا درستها. طب أنت غير طبعاً فن هذا، في عندك فن تاني لاحظته في رسومك، هتشوف بعض الصور، بس فنك حاد بعض لوحاتك أحصله. يمكن كامرأة سعودية بحمي نفسي من جوا ناعمة وطرية، ومضطر أنك تكون حاد من الخارج، أنه ما حد يعني يقرب منك، ما حد شخصيتك، يعني تحاول تحافظ على هويتك المختلفة، أنه أنت شخص مختلف. يمكن تكون حد بس من الخارج، بس من جوا أنت إنسان بسيط وناعم. طب كيف يعني تقدر تعللي أو ترابطي؟ أنت ما شاء الله سيدة بيت، سيدة أعمال عفواً، وعندك أولاد وعندك فنك وشغفك، كيف تولفين في الوقت بينهم؟ الحمد لله عندي ستة، الله يحفظك، وأعمار مختلفة. أو أنا أرسم، ولو أنا أسوي آرت ولا كرافت، بناتي صار حواليا يرسموا وأسمح لهم يستخدموا كل شيء، وفي نفس الوقت حقي في الليل أطلع اليوم، تعب اليوم، إبداعي، الأشياء اللي أحبها اللي أبغى أسويها لحالي. أستاذ صالح، لما نقول أنه أنا شفت لك آخر دورة كانت اللي هي مع مسكع، في مشاركتك فيها اللي هي الرسم الجداريات. الجداريات. أي نعم. هل تعتقد انه رسوم الجدار هو شيء جديد عندنا بالذات السعودية، لكن هو قديم؟ هو موجود قديما الرسم على الجدران، حتى عندنا في السعودية، بس ما كان معترف فيه. بس كان تذكر اول شخميط على الجدران وزي كذا، بس الحين لا، تعال ارسم بشكل محترم، بشكل منظم، في اماكن محددة لك ترسم فيها، تفضل، هذا الجدار عندك، هذه الساحة عندك، المساحة عندك. هل حصلت نفسك في الرسم الحر على الجدار ولا في النحت اكثر؟ لا، النحت أنا الأساس. النحت على شكل هذا توصلك هي النحت روح، يعني لا شيء، يعني حجر ما يعني لك أي شيء، تبث فيه الروح من ناحية تجسيد الشكل اللي تبغاه، من ناحية الرسم اللي تبغاه، المجسم اللي تبغاه،
ينبت عندك شيء. عشان الناس لايف واضح ما تكلم روح كروح إنسان، إنما روح روح الحجر نفسه. الحجر نفسه روح الحجر يعني ما كان له قيمة. كان أنت تطلع البر، ممكن أنا وأنت نطلع البر، أنا أبحث عن الحجار الرخامية أو الحجار الرسوبية أطلع فيها مجسمات، أطلع فيها إحساس، فيها قيمة. ما دام أقول سبحان الله كيف الفنون مختلفة، لأنه زي ما تفضلت وكان برضو في معانا أستاذ فاضل علينا فنان أحد قال لك من حجر أقدر أتكلم معاه. صحيح. قلت له يا جماعة الخير يعني جديد علي المعلومة هذه، يعني كيف من حجر؟ أنا أفهم إنه من رسمة جالس تعبرون. بألوانها فاضية. أنت تقرر إن أحيانا تشوف النهايات قبل وأنت قاعد تشتغل في البدايات، أنت شايف الشكل الصورة إيش راح يطلع. ففي البداية ممكن تكون أنت مش شايف، بس فعلا مع الورقة مع الألوان تبدأ تتشكل الحالة وبعدين تندمج في العمل. أي وبعدين أنت تطلع. طلعت خلاص. غصبا عنك راح تقول this is it. طب في الرسم الألوان يعني التشكيلي أقدر ألون وأعبر، في الحجر هل أقدر ألون الفن النحت الحجري؟ شوف في بعض الفنانين النحاتين يلونه يضيف عليه اللون. أنا في نظري ألوان تقتل العمل. إذا حطيت الحجر كامل وضفت عليه اللون راح اللون ينجذب، العين تنجذب للون على طول دايركت. بس أنا بخ نفس الحجر، جمالية الحجر خصوصا لو صار رخام أو شو اسمه اللي هو الرسوبي لونه نفس الطبيعي الحجر، فأفضل الحجر يكون سادة. هل من السهل تحصل الحجارة اللي تبغاها عشان تسوي عليها فنك؟ والله شوف الأحجار الرسوبية في منطقة الرياض متوفرة الحمد لله كويس جميلة. منطقة طريق الحجاز في أحجار رخام، سلسلة جبال الرخام، طبعا الرخام من الأسود لين الأبيض ويختلف درجات وقصاته، فنحصلها يعني تروح بنفسك أنت الجبال تقصها ولا تروح كسارة تأخذها منهم؟ يا كذا يا كذا، إذا كان طلب عمل معين رسمة ثابتة ومعينة أنا أخذها أروح الكسارة نفسها وبالمقاسات المعينة أستغلها. أما إذا كان شيء إبداعي يصير فيه مخاطب بيني وبين الحجر فما في أحدد عبد السيارة ويمشي. فهذا اللي صاير. عبد الرحمن خلينا نشوف بعض اللوحات الفنية للأستاذ أميرة نشارك فيها رأينا. ما شاء الله أنا هذه أشوفها يعني جميلة وشارب كده حارة. بس لو سألنا أخوي الأستاذ صالح كيف تشوف الفنانة أميرة من خلال الصورة؟ من خلال الصورة كل فنان نقطة، كل فنان له بصمة في العمل أكيد. يعني ممكن الأستاذ أميرة لها وجهة نظر في العمل هذا فكل إنسان له بصمته، هي ممكن بصمتها في العمل واضحة، أنا ممكن ما أعرفها ما أفهمها، فهي ما شاء الله مبدع في الرسم ودقة العمل. دبلوماسي بصراحة لفيت. لا 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 صريح فعلا، ترى كل إنسان شوف خصوصا النحاتين كل نحات له بصمته في العمل. يعني ممكن أنا أوقف عند العمل الفلاني أعرف إنه الفنان الفلاني النحات الفلاني مثل الرسم التشكيلي، مثل الرسم التشكيلي صحيح. يعني فنانين معينين أنت تعرف رسماتهم هذه صحيح. فكل فنان كل نحات له بصمته في العمل ما شاء الله. طيب أستاذ أميرة أنا رح أقول إنه لما قررت هذولا كانوا 12 صورة مش 12 رسمة، كان كلها وايلد أنيمالز الحيوانات البرية وأنا كنت أحب الحيوانات البرية، فاخترت 12 نموذج لحيوانات مختلفة وسويت منها سلسلة. فهذه كانت واحدة منهم، هذا بان باستيل، فالرسم على الباستيل، وفي كانت تقنية لسه جديدة لأنه مكتوب 2015 ما كان كثير الناس متداول البان باستيل، فحبيت استخدم الخامة الجديدة واشوف كيف تكويناتها وكيف تشتغل فيها. انا على فكرة ما يعني لك عدة صور بس اقتنيت اللي اقدر عليه بس ذا منك طبعا وصورناهم على اساس نقدر نغلب، ولا لو اخذنا حلقة كاملة ما تغطينا صورك كلها ما شاء الله عليك. الثاني عبد الرحمن برضو هذه بالفحم بس حاولت احط فيها الوان. هذه 2015 فنشوف التجارب كيف الشكل فيها، دائما المرأة تحب تكون نفسها فيها شموخ وفيها أنوثة وفيها قوة ما شاء الله. هذه النظرة المستقبلية للنساء قويات، بس العين ما شاء الله كبيرة وواضحة، يعني كنا يعني من خلال عيونها تكلمك تحسينها يعني سبحان الله. أنا أشوفها واحدة من التجارب يعني الموجودة عندي. عشان كده دائما أقول لك الفنون فلسفة صحيح. كل واحد زي ما تفضلت صالح يشوفها بطريقته هو
صحيح. يعني هي كفنان رسم لو حتى شفت الطريقه انا اشوف طريقه انت تشوف طريقه، عشان كذا هذا حلاوه الفنون كلها. اي هذا هو، احيانا لما نجسد الحجر او عمل مجسم ما راح اقول له والله ايش يعني الحجر هذا، اقول ايش تشوفه بالمنظار اللي تشوفه انت. صحيح. ممكن يكون فاهم، ممكن يكون لا، في اشياء مبهمة عنه. فانا اشرح للعمل بعد ما يخلص، اشرح للعمل اقول له لا العمل في منظار ثاني، في طريق. يقول صح، لما يسترجع كلامي يقول صح فعلا انه العمل واحد اثنين ثلاثة، بس انت مقصر بحق نفسك. اقول لك ليه بعدين. هذه برضو صورة برضو هذه من السلسلة اللي قلنا عليها. فكنت بحاول الألوان الباستيل أحاول أتعامل معها، وطريقة الدمج وطريقة الشغل على الكانفاس نفسها كانت مختلفة، تجربة جديدة. طيب هنا سؤال بسيط، يعني لاحظت الحين في ثلاث صور، صورة بالألوان، صورة بالأسود، وهذه الصورة مونوكرومك، تو كولرز، لونين. هل هناك فرق بمعنى قيمة اللوحة الفنية باختلاف ألوانها؟ مش القيمة فنية، الفنان يحب في ألوان يحب يعبر عنها، في اختلاف، في أشياء يحب مثلا الصورة تعكس الخلفية فيضطر إنه يحط لون قوي يعني يعطي معنى للعمل عشان يحس إنه مكتمل. صحيح. طيب اللي بعد الرحمن، هذه واحدة من الصور اللي أحبها ومرة مرة مرة قريبة لقلبي، اشتغلت عليها وحبيتها. طب ليه ما بعتينا هي؟ على فكرة الأستاذة أميرة عندها أسلوب غريب شوية، تحب هي تقترب لوحاتها، فبقول لها طب الاحتفاظ باللوحة صحيح تكون أقرب لها. فأنا أخذت واحد منها، سرقتها سريقة على فكرة، هي ما تعرف أني أخذتها، فبقول لها هي هدية بس أنا أفحت رجعت تأخذها مني. تلفها هي طالب تحطها معها. أحب هذه اللوحة عشان أنا استخدمت فيها أكريليك، استخدمت فيها باستيل، استخدمت فيها فحم، استخدمت فيها تقنيات مختلفة. فلما يكون الواحد قاعد يجرب أشياء كثيرة كثيرة وما عنده مانع، وكان فيها جراءة بالاستخدام ويطلع الإخراج بعد اللوحة آخر شيء صح، والورق كان بالألوان المائية فكان شغل كثير كثير، طبقات 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 عشان تطلع. هي واضح إنه في عدة طبقات، لأنه حتى لو طالعين في العين، العين سبحان الله كأنه عين طبيعية، بعدين تجي طالعين في الجبهة مختلفة عن منطقة الفن والأنف اللي هو فيها. فسبحان الله فعلا الفنون إبداع، ما شاء الله عليك سميرة. أنا هذه ضيعتني بصراحة، ما تزعلين مني سميرة. هذا شوفك هذا حيوان واحد من الحيوانات البرية يعني، فبرضو كان من نفس السلسلة كنت قاعدة أجرب فيها، وهذه برضو جربت فيها مائي، جربت فيها إنه أكريليك، جربت فيها أشياء يعني أشكال مختلفة من الميديا في الشغل، فكانت واحدة من الأشياء. ودائما فعلا أنا الآن بس لاحظت أنه العيون دائما قوية، نظرة حادة، ف يعني كده أخذ كريدت منك. أخذ كريدت منك أعرف عن نفسي. برضو هذه واحد من التجارب، برضو بدأت أرسم أشخاص ووجوه، بس عندي تجارب بعد كذا كانت سموذر، ويعني اللوحة سوفت والملامح سوفت أكثر، بس فعلا زي ما قلت قوة شموخ. هو التركيز كله بالعين، انت لاحظت كله بالعين صح. أيوة العين تتكلم. أنا مختلف. أنا هنا أنا صح صح. مين الشخص هذا ممكن نعرفه؟ هذا كان عمر الشريف في واحد من أفلامه، دكتور سيباغو، مش فاكر اسم الفيلم. أنا اللي خبيته عليك استأذن منك طبعاً في البداية، أخذنا صورة جديدة قبل وفاة الفنان وحطيناها على السوشيال ميديا وقلنا إنه هذه الفنانة أميرة، جات تعليقات رائعة عليها إذا شفتينها. لا ما شفت. It was nice. ما هذه ضريبة الفنان اللي ما عنده تويتر على فكرة. ولا عندي سوشيال ميديا كلها وأنا كسولة. هذه النقطة اللي أنا دائماً حاربها اللي هي السوشيال ميديا. إحنا كفنانين لازم الواحد يثبت وجوده في السوشيال ميديا. يعني في فنانين للأمانة أنا أعرفهم شخصياً مقربين، مبعد البعد كلي عن السوشيال ميديا، لو ينزل بأعماله ممكن أعمال مختلفة عن الساحة الفنية. ما آخر دكتور حاجة حتكلم في موضوع السوشيال ميديا، لأنه نعتقد كإعلاميين أنتم مقصرين بحق نفسكم اللي تستاهلونه، مو أنهم تختفون. في عندنا مواهب رائعة في السعودية سواء صحيح. من سيدات أو رجال، إنما عدم تواجدهم والتلفزيونات والقنوات الفضائية مستحيل تغطيهم كلكم، لكن أنتم بحساباتكم الخاصة تقدروا تغطون كسل أكثر. والله كسل. لا احنا شوف غلط. الواحد يبغى يثبت وجوده، بس مشكله نقطتين بين قوسين اللي هو الاعلام صاب تصوير على شيء ثاني،
ما نبغى ندخل في التفاصيل، ولكن ما راح يجي الفن. الفن جميل ترى يعني جداً. بعض القنوات الأجنبية تلاحظ يركزون على الفن، مخارج الفن، دورات بالفن، عندنا لا أحتفظ فيها الناس. جاك الجواب الله يستر علينا. الجزئية الثانية حنخش عندك أستاذ صالح، الحين تكلمنا وحشينا في الأستاذة أميرة وخذنا راحتنا بعدين نعدي بعد المشكلة. طيب نفوت مع الأستاذ صالح. هذا الحين حجرين إذا ما كنت غلطان صح؟ أي نعم. لا هذا الحجر الأساسي. أيوة. اللي هو من متحف الملك عبد العزيز. نعم. فطلب مني إنه أكتبها نفس الكتابة على الحجر نفسه عشان يهدى. سبحان الله. شوف كيف الواحد لما يكون بعيد عن يعني لمسات الفنان نفسه يجهل قيمة المعنى. اللي ولا هذه الحجر تاريخ طبعاً. الأساس الفوق. إيه هذا تاريخ. موجود متحف الملك عبد العزيز. نعم. فطلب مني على نفس القطعة هذه نفس الخامة إني أحفر حفر نفس الكتابة حقتها. ما شاء الله رزق الخير. اللي بعدها. هذه هنا بعض النماذج اللي قدرنا نأخذها مصاري من عندك. وانا ارجع اقول لك هنا لما قلت بجاي دورك انه انت بتصور حق نفسك، لانه الصور اللي حاططها في مواقع التواصل الاجتماعي خاصه فيك استاذ صالح، ما انت متكلم عن فنك، متكلم بشكل عام، متكلم تسمح لي بالنقد اذا تسمح. لا لا بالعكس رحب بالنقد بالعكس، لانه يحزنني كاعلامي بسيط ان اشوف فنانين العظماء شرواكم الطيبه انه ما هم اخذين حقهم اعلاميا من نفسهم قبل أن يجي على غيرهم، قبل أن يجي على القنوات الفضائية وغيرها. صحيح. إنه نفسكم يعني مثلاً الريال السعودي مجسم تمسوي الصورة جالس هو فوتوشوبس حوالي نص ساعة ما طلعت معايا لأن الصورة أساساً سيئة. صح التصوير كان سيء. سيء. يعني كيف؟ فقدرت ألم هذول الصور وأقول إن شاء الله أقدر أمثلك بشيء بسيط من فنك لأنه أنت قادر فيها. فهذا قصدي إنه فين فنك، فينك يا صالح من فنك، هذا قصدي فيها. صحيح هذا المشكلة اللي نعاني منها من التغطية الإعلامية من ناحية التركيز على نفس النوع. ممكن الرسم المنحتين هذه اللي هي الريال السعودي والثانية إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ممكن أنا أنفرد فيها في السعودية الوحيدة اللي يسوي ذلك. ممكن تجيبها عند ناحيتين ثانية يقول لك أنزل 2 ملي، أنا أنزلك 15 ملي. أوه ما شاء الله. يعني ممكن يقول لك والله أنا أقدر أسوي فيها، أقول لك لا وقف، أنا أنزل لك هنا مسافة 15 ملي أو أكثر بعد. هذه تأخذ شهر كامل وأنا قاعد أشتغل عليها. ما هذا كان سؤالي مثلاً أشياء زي كذا. طبعاً باختلاف نوع النحت اللي الواحد يسويها. المتوسط المجسم كم يأخذ معك وقت؟ ما نقول مجسم كبير. على حسب، شوف الحجر يأخذ أكثر من شهر. يعني على حسب نوعية الحجر. ممكن الحجر يكون رسوبي. الرسوبي ممكن ما يأخذ أول شيء فيه نقاط. نوعية الحجر، الشكل الحجر، التصميم، ممكن التصميم يطول إذا كان فيه مخرجات كثيرة أو حفر أو عمق وزي كذا وتكسير، هذا يأخذ وقت طويل. أما لو صار شيء بسيط شيء سطحي يعني ما يطول، يعني يومين ثلاثة أيام يومين. أستاذ أميرة، لو نبغى نسوي بالمقابل لوحات فنية بالفكرة مو نفسها بس بالفكرة نفسها، كم تأخذ معك وقت كفنانة ترسم؟ زي كذا؟ أيوة. هذا نصف قلب فعل الشابو يعني عنده صبر وعنده عمق وعنده يعني شايف الشيء. بس بالنسبة لي أنا مثلا حياتي سريعة، عندي حتى رسوماتي حادة، عندي 6 عيال مشغولة، عندي هوايات مختلفة. هو لسه صالح شكله عزوبي عشان كذا ماخذ وقت الشهر ماخذ. بس خصوصا ترى خصوصا في الاحجار فيها شيء درجه خطوره بشكل مو طبيعي. يعني قبل انا فتره قاعد اطبق اعمال بشطبها، يعني لو غفوه ممكن تنقص اليد. انا اعرف فنانين نحاتين كبار اعتزلوا الفن بسبه الاخطاء. يعني واحد من الفنانين كبير بدون ذكر اسماء انطلق الصاروخ ضرب بالجدار وكان ابنه جنبه، يعني لو جاء على ابنه كان قبعه. يا ساتر. الثاني جاء على رجله فوقف. فيها خطورة. فيها خطورة. فيها خطورة. فيه خطورة. لازم يكون فيها تركيز عالي. لا يبغى الواحد يكون مركز أكثر فيها. اللي بعدها. هذا من المجسمات اللي حصلتها أعتقد يعني متغيرة. فيها نوع مختلف. هذا أعتقد في الرياض. هذه في الدوادمي. هذا طبعًا كان سمبونزم الأول في المملكة. أوكي ما شاء الله. كان ملتقى نحاتين من مصر، من سوريا،
من عمان، من الكويت، واغلى والاغلبيه كلها من السعوديه ما شاء الله، طبعا من جميع مناطق المملكه. فكان في تحدي مع الحجر هذا نفسه، كان في شخصين لو انه مشكله التصوير، انا عندي مشكله في التصوير، الزاويه حقتها جالس احاول احللها، هذا هذا صورها انا ما جيت صورت نفسه ولا اكثر من هذا، هو شخصين عكس بعض يعني، الرجل والمراه متعارضين يعني، في جهه الاولى رجل وجهه الثانيه مراه. اجل المره الجايه يكون عندك سمبوزيوم بس تكلمني نجي نصور لك اياه. حياك، قبل فتره كان في سمبوزيوم، ما ندفعك شيء ترى. لا لا ما عندك اي اشكاليه، لانه فعلا ان في اشياء الواحد يشوفها هنا يعني يعطيني نقطه نقول انه هل احنا فنوننا سواء كنحت او كفن تشكيل او رسم متواجده بما يكفي من احتياج السوق المحلي؟ هو شوف انا اقول لك شغله، كفن النحت بالذات، معليش يعني اقول كفن النحت بالذات غير متواجد في الساحه. نعم، اول شيء في اشياء كثيره يرفضون انه موجود متواجد، ممكن صعوبه الحجر والتنقلات هذا مشكله، هذا اللي نعاني منها يعني، من تنقلات من مدينه لمدينه او من معرض لمعرض، يعني الحجر حقك ممكن يطلع له 5 كيلو 10 كيلو. صحيح، فهذه مشكله الاشكاليه عندنا يعني. لا انا مو هذه نقطتي، هرجع اجيك على النقطه، اقلبنا الصوره اللي بعدها بس عشان يكون الناس عايشه معنا. اللي هو حق السمنه. سؤالي لك سيد صالح، انه احنا مثلا الحين السعوديه في طور تطوير بشكل عام لمعظم مدن المملكه بالاستثناء، هل مجسمات فنانيننا وفناناتنا موجودين في الشوارع الرئيسيه في بلادنا السعوديه الغاليه؟ توك تنزلها في الشوارع. شكرا. في بعض الاعمال تنحفظ، انا لا اتمنى، هذه هي رسالتي الحين يعني، تصير في وفي الناس ما يحبوا يطلعوا اعمال. لا غلط، صح فعلا فعلا، حتى في لما سويت، لو انا فنان وطلعت احب الناس تشارك فني، تعال شاركني في بيتي. ترى في نقطة شاركنا في معرض المعارض، كان في ورشة عمل، كنا فنانين نحاتين، إلى الآن نعاني من العقلية القديمة اللي هي والله حجر عبادة ويعبدون وما أدري يتبركون فيه. طيب أنا ما أمور الدنيا، ما دخلت في المجرى الديني، أنا فن جميل، أشكال جميلة، أشكال هندسية، أشكال جمالية، أنا ما قلت تعال اعبد الحجر، هي اللي تجمل يعني. هذا الموضوع إيه؟ يعني لو بدينا فيه ما خلصنا. صحيح، هذه الإشكالية اللي صارت، هذه الإشكالية اللي خلت كثير ناس يحبسوا فنهم في بيوتهم، لأنه ما يبغوا يتعرضوا للانتقاد، ما يبغوا يتعرضوا لنظرة المجتمع، لأنه اللي صار نتقبله اليوم احنا من زمان كنا نمارسه. صحيح صحيح، يعني صعب على الناس تفهم انه احنا حطيناها من زمان واحنا مقتنعين ومؤمنين فيها. ما اعتقد هذه النقطة الثانية عبد الرحمن اللي بعدها اسمك. النقطة الثانية اللي هي دائما نقول لا، في واحدة ثانية أجمل عبد الرحمن. أوكي، هو هنا جالس الأستاذ صالح في منطقة عامة جالس يسوي رسمه، اللي عجبني أنا ما أخفيت فني وعملي. صحيح، أنا هذه الرسالة بوصلها للعالم كله، نبتدي من عندنا من السعودية، وأرجع أقول تركيزنا الإعلامي وليس على الدوائر الحكومية إنما على القطاع الخاص رجال الأعمال، لأنه الدولة أعطتنا إمكانات، أعطتنا التصاريح، قالت أطلع اشتغل يا فنان. صحيح، لكن ما توقع مني دعم. هنا يجي جزئية الفنانين انه يبدعون وقطاع الاعمال. انا دائما لسه سالتك السؤال هذه حق البلديات، الحين في طور برنامج ان هم يسووا اعاده تاهيل لبعض الميادين. طب المقاول نفسه رجل اعمال، تعال تبرع مجسم جميل عليها وسوي منافسه، يعني ما اقول لك تعال خذ مجسم فلان ولا روح فلان، لا سوي منافسه دعوات وشوفها وطلعها، لانه عندنا مواهب. نفس الشيء بالنسبه للمثال اللوحات الفنيه بالفنادق، انا الفنادق هذه الفنادق فاضيه يعني، عفوا زي نقطه زي نقطه الميادين، انا ممكن المقاول تعال والله انا اجمع 15 فنان نحات او 5 نحاتين بعطيك مجسمات، انا كمقاول ابغى اجمل شوارع 1 2 3 4، فعطني انتاجيه بدل ما ادفع، هو يدور الارخص. صحيح، يدور ساين ستيل ويلا يركب على بعض يوفر له. صح، او يجيب مولد من برا وخلاص. اي زي عندنا في منحوتات في المملكه، في المملكه في جده بالذات بدون ذكر المنحوتات اصحابها ماتوا على وقت الدكتور الفارس الله يرحمه، فطلبت المنحوتات منهم فرفضت امانه جده. يعني شوف القيمه الفنيه للفنان يوم يسوي عمل في المملكه العربيه السعوديه، فتوفوا جت كل دولة قالت أنا أبغى المنحوتات حقتي. صح، حقهم. فلو قيمة، إحنا لا، تركن في الأحياء، تركن. لا، هذه خلصنا يا عبد الرحمن. ما هنا يجي نقطة اللي هي نقول إنه
هل حنا جاهزين كمجتمع سعودي أني أتقبل الألعاب الفنية؟ هي النقطة كنا بدينا نتكلم فيها أستاذة أميرة، أنه عندنا كمية فنادق ما شاء الله تبارك الرحمن، إنما ما قد حصلت في أي لوبي رئيسي لوحة فنانة أو فنان سعودي أو مجسم. يعني تخش معظم الفنادق بينت أو صورة حتى ولا أحد من برا. طب ديرتنا أولى بها، أنا هذا اللي أقوله. في كان أفكار كثيرة في فنادق إنه يحطوا اللوح أو يحطوا أشياء موجودة للناس، فنانين لوكل على حسب مثلا المدينة اللي أنت قاعد فيها، فنانين لوكل أنت تجي تسكن في الفندق، والله عجبتك اللوحة محطوط عليها سعرها، تبغى تشتريها تروح تشتريها، بس شيء بسيط. لا أنا مو قصدي التجارة، لا أنا أقول إنه حتى دعم هو إيش سوى، أنت تأخذ الكوميشن حقك وأنت تعطي الفنان صح حقه صح. وإذا أنت تبغى موجود موجود، فممكن كذا نساعد الناس إنها يكون مثلاً أسعارها معقولة، متواجدة، available، اسمها ينذكر، نحطها وكل واحد يحط التاج حقه السعر، عجبك كلم الرقم هالفلاني وادفع الأشياء وخذ الأشياء. في كثير حتى اللي يكون مثلاً مو بس اللوح، اللوح الإنارة، إضاءة اللي جنب السرير، هذه كلها للبيع. فهذه طريقة استثمارية جديدة صح، أنه أنت الفندق هذه أنتيك مش عارفة إيش تبغى تشتريها، دق على هذا الرقم وخذها معك. أنا حاولت أسوي تواصل بصراحة مع جمعية السياح والفنادق، أنه يا جماعة نبغى لكم لقاء، إيش سويتوا لدعم الفنون؟ للأسف يعني ما جاني رد على السريع، لأنه أعتقد هم أول طرق يعني ممكن يكون داعم لفنون السعودية سواء التشكيل. النقطة هذه شوف أنا ما راح يردون عليك. ليه؟ ما يردون عليك. ما راح بختصر لك إياها، ما راح يردون. فهم هم هيئة السياحة متركزة على التراث. إحنا نتكلم مع وزير الثقافة. لا نتكلم على الفندقة. الفندق إيه ممكن من الجانب هذا. الجانب يعني الثاني اللي هو. إنه هذه تصير خدمة مجتمعية أصلاً. أي خدمة مجتمعية. يس يس. من الجميل إنه. يأخذوا عليها نقاط في حسابهم يعني. بس. تحسب لهم. لما يجي يسوي تقييم لأي فندق. ايش عندك اشياء محليه صحيح كيف هذا قصدي ايوه كيف خدمت مجتمعك كيف خدمت مجتمعك مثلا تخدمه في الصابون في البيئه في ناس مثلا شركات للفندقه بتشيل كل الصابون بتسوي اعاده تدوير عندها اشياء تفيد المجتمع حقها مطلوب من كل الفنادق تظن كلامك استاذ اميره لو تخدم مجتمعها لو رحنا مثلا ايطاليا اللوحات اللي بالفنادق الايطاليه هم الطليان لو رحنا فرنسا الاعمال الفنيه هم الفرنسيين لو رحنا اسبانيا طب انا اللي عندي يا جماعه والله عندي فنانين سعوديين عندك يغطي عندك فنانين جميع الفنون جميع المملكه حتى كمان جميع الفنون يعني مو مقتصر على فن واحد بالضبط بس مش مؤمنين بانفسنا كويس مؤمنين لا بس محتاجين او لا مظلومين اعلاميا مظلومين لا مظلومين اعلاميا اعلاميا احنا مظلومين ما نعطي الفنان حقه يعني انا حرام في معرض من المعارض كان سووها في قاعه الملك فيصل لمدرسه الرياض كان الجميع المعروضات أول مرة الفنانين يعرضونها فشوفوا الانبهار العالم الزوار اللي جت للمعرض ما توقعت الإنتاجية في الأعمال هذه فكان يرسم ويركنها في البيت ما كان يعرضها فهذه الإشكالية ما أعتقد الحين صار المتحف اللي هو معهد الأمير فيصل بن فهد الله يغفر له للفنون صار دائم لعرض لوحات فنية في الأول كان مواسم معينة أو وقت أو حسب معين هل تعتقدين سيدة أميرة أنه صار عندنا ثقافة حب الاقتناء الفنون؟ إحنا ممكن الآن علينا ثقافة الجمال فثقافة الجمال هذه ثقافة مهمة جدا جدا المجتمع بدأ يتبنى الفكرة وبدأ يحبها في كل مكان يحبها في المطاعم في الأكل في طريقة حتى السيرفس في فنجان قهوتك فإحنا قاعدين نعلي شوي شوي قيمة الجمال بعد كذا لما تعلى القيمة وصير قيمة أساسية في حياتنا راح نشوف كل شيء إن شاء الله بإذن الله أستاذ أميرة شكرا جدا لمشاركتك أستاذ صالح شرفتنا ونورتنا كانت الحلقة جدا مثمرة وإن شاء الله قيمة للجميع المتابعين أشكركم لفنكم بالنيابة عن جميع الإعلاميين وعن جميع السياحة ودعم الفندق إن شاء الله قريبا يعطيكم العافية الله يعافيك الله يسلمك